بعدما تعرضت له قرية أم شعيفة التابعة لقضاء بلدة من هجمات إرهابية خلفت دمارا هائلا في البنى التحتية وممتلكات المواطنين فيها. ها هي الحياة تعود إليها بجهود استثنائية من قبل حكومة المحافظة التي عملت على إرجاع جميع العوائل النازحة إلى مناطقهم. اليوم كموسم جديد بدأنا نحرث على القاع، نزرع موسم جديد، فبدت الحياة الطبيعية إن شاء الله بفضل الله، فضل القوات الأمنية، فضل القوات الأمنية كلها جميعها. الناشدة العوائل يرجعون إلى مناطقهم، المناطق مأمنة كاملة 100%. والله عدنا لأم شعيفة بفضول الخيرين الأخوان من الجهات الأمنية والأخوان من رؤساء وأفخاذ العشائر التي سعيت لنا في هذا الرجوع، ونشكرهم على هذه الخطوة الجيدة. الحمد لله والشكر والفضل لله، رجعت مناطق أم شعيفة الحياة الجديدة المستبدة بالأمان والصحة والرفاهية إن شاء الله بفضل القوات الأمنية. فرح بعودة رافقه كثير من المطالبات للحكومة المحلية بالالتفات العاجل بسبب المعوقات التي يواجهها المواطنون، فكثير من الدور السكنية لا زالت مدمرة إضافة إلى النقص في عوامل إدامة الحياة لهم. ماكو غير رحمة الله بس رب العالمين، ونطلب العون من الله ومن المحافظ يساعد هاي الناس التعبانة. والله أني أسولف لكم وحت روحي حت نفسي جسمي يرجف، لأن ماكو عندنا شيء. هاي بيوتنا اللي جاي يشوفوها، يعني صار لنا كم سنة إحنا كل شيء ماكو، بنطلب من الله ومن المحافظ يعني يدحج علينا. نحن أهالي منطقة أم شعيفة وجوازات وسنجار بحاجة إلى خدمات، حيث لا يوجد مركز صحي في منطقة أم شعيفة، مما يؤدي إلى معاناة الأهالي في الوصول إلى المراكز الصحية في البلد وفي الضلوعية، والمنطقة بحاجة إلى مدارس، وذلك لوجود بناية واحدة فقط في المنطقة. بالنسبة للفلاح فيعاني من نقص كثير من المواد، وبالبداية راجع يعني الوضع المادي تعبان جدا، ولذلك يحتاج إلى دعم، ويحتاج إلى دعم يعني من الحكومة. فيما تستمر حكومة المحافظة بمعالجة مشاكل المدن التي تعرضت للتخريب على أيدي العصابة الإرهابية واحدة تلو الأخرى ضمن جدول زمني وخطط رصينة. من قرية أم شعيفة عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.